سيل من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين انطلق في تظاهرة هي الأولى من نوعها سميت مسيرة الغضب. غضب من استمرار وكالة الغوث في تقليص مساعداتها للاجئين وصولا إلى قراراتها الأخيرة بمنح موظفيها إجازة بدون راتب وزيادة عدد الطلبة في الصف الواحد. التقليصات اليوم امتدت إلى كل يعني قطاعات عملية الوكالة سواء كانت التعليمية أو الخدماتية أو الإغاثية، لذلك نحن في هذا اليوم أرسلنا هذه الرسالة الواضحة على إدارة الوكالة التراجع عن هذه القرارات الظالمة على رأسها، موضوع أن المفوض أعطى نفسه الحق بإعطاء الموظفين إجازة بدون راتب. المفوض الآن أعطى التعليمات بأن يصل عدد الطلاب إلى 50 طالب في الفصل الدراسي الواحد، هذه القرارات الظالمة أضاف إلى باقي التقليصات يجب أن تتراجع عنها إدارة الوكالة. التظاهرة الحاشدة استقرت عند مقر رئاسة الأمم المتحدة في غزة، حيث هدد المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم تراجع الوكالة الأممية عن قراراتها. فيما بدت مساعي الأونروا لتخفيف غضب المتظاهرين بإعلانها تجميد العمل بقرار الإجازة غير مدفوعة الأجر غير ذي جدوى، وجددت معها الوكالة الشكوى من استمرار أزمتها المالية. نجحنا في سد العجز المالي للثلاثة شهور القادمة بمساعدات كبيرة من الإمارات والسعودية والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول الغربية، ولكن هناك عجز منظور بحوالي 130 مليون دولار في العام القادم. نحاول جاهدين أن نعمل على سد هذا العجز من الآن عبر إيجاد أرضية مالية صلبة للأونروا تمكنها من الاستمرار في خدماتها خلال السنوات القادمة. وبعدما عطلت الخلافات اليوم الأول من العام الدراسي، يخشى من تداعياتها السلبية على المسيرة التعليمية برمتها خلال هذا العام في حال استمرارها. رغم محاولات الأونروا واحتواء غضب اللاجئين الفلسطينيين عبر تجميد بعض قراراتها والتراجع عن أخرى، إلا أن حالة الغضب لا تزال مستعرة عاكسة أزمة ثقة بين الطرفين. محمد المشهر، أو سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.